يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين ومتابعين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة نتواصل فيها معاكم ومن خلال شاشة القناة ثلاثة الرياضية وبرنامج واعدون. هذا برنامج المهتم والمختص في حياة رياضي واعد من الجانب الشخصي وكذلك الرياضي، أسباب دخوله لهذه الرياضة، كيفية دخوله لهذه الرياضة، أهم العوامل التي ساعدت على نجاحه في هذه الرياضة. مشاهدين الكرام، نطلع في فاصل قصير بعد الفاصل إن شاء الله بنكون مع أول ضيف رياضي واعد في حلقة اليوم من برنامج واعدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي سعود، عمري 12 سنة، هوايتي هي كرة القدم، كانت بدايتي هي كرة قدم في المدرسة، كانوا أهلي يشجعوني على كرة القدم، وفضل أبوي أن يسجلني في الأكاديمية. كرة القدم هي يلعبها فريقين، يلعبها كل لاعب فيه 11 لاعب، والفريق الثاني 11 لاعب، يكون فيه دفاع وهجوم وحارس. جربت كذا مركز مثل الهجوم والدفاع والحراسة، والآن جناح الأساسي هو الدفاع، الجناح يمين. مدربي الكابتن عادل ما قصر معانا، ويكون معانا في الأوقات الجدية ويعطينا التمرينات اللي ما نعرفها. أتمرن ساعة واحدة في الأكاديمية، يكون التمرين باليوم ناخذ تمرينين، يكون تمرين بعض المرات يعطونا تمرينات باصات وتمرينات الهجوم. ناخذ بالأسبوع 3 أيام، اللي يكون هو الأحد والثلاثاء والخميس. أصعب تمرين لا جاك شخص في الدفاع يدخل عليك لما يقور، وأسهل تمرين لما تكون أنت هجوم. إذا بيننا وبين أكاديميات ثانية نلعب بطولة، يكون بعضنا نلعب التمرينات، نروح نسخن بعدين ندخل على التمرين، عقب ندخل على المباراة. إذا إن شاء الله ربي كتب لي أثبت على هدفي، إن شاء الله أدخل فريق القادسية وأدخل مع المنتخب الكويتي. لما أشوف تلفزيون أشوف فرق عالمية وكبيرة وأشوفهم شلون يلعبون، أكون يعني مثل هالطموح اللي يكون هو الهدف. كان الضعف ماتي، إذا أحد هاجمني ولا أي شيء كانت الضعف، فما أقدر أسيطر على الكرة. فالحين عديت نقطة الضعف وصرت أعرف أهاجم، وصرت شلون أعرف أسيطر على الدفاع اللي قدام. الرياضة هي اللي أحب ألعبها بعد كرة القدم هي ركوب الخيل، لأن من صحة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ركوب الخيل والأسهم والسباحة. عشان أصير لاعب ناجح أسمع كلام مدربيني، وأكون اللعب بيكون ودي ورياضي. أكثر شخص يشجعني في هالهواية أمي وأبوي وإخواني وزملائي. أكثر نادي أشجعه اللي هو القادسية، وبرا الكويت مدريد. أكثر لاعب أحبه داخل الكويت وبرا الكويت، داخل الكويت صولا، وبرا الكويت ليو ميسي. المهارة اللي كسبتها اللي هي التعدية، اللي لا إذا معاك الكرة شلون تعدي بالدفاع اللي قدامك. عشان إني أطور نفسي باللعبة أكون مهتم بالأكل الصحي، واستمع للمدربين واستمع لأهلي وما أضايق المدرب. أنصح اللي بعمره إنه يلعبون الهوايات مثل كرة القدم وكرة السلة، لكي عشان ينشط الدم ويكون مع التمارين ما يقعد في البيت، يروح يتحرك ويمشي. اسمي سلطان راضي مناح حماضي الشمري، عمري 11 سنة، ولعبتي كاراتيه كيوتش. الرياضة اللي كنت ألعبها قبل لا أدخل كيوتش كاراتيه كرة القدم. شاركت بطولة واحدة وخذيت فيها البرتقالي، والحمد لله والله فوزني. اللي أحب طريقة لعبة من نادي خلف، لأنه سريع وقوي ومنيته قوية ومتعافي والحمد لله. مدربي سامبي مشاري الرملي، أفضل مدرب شفته بحياتي، لأنه علمني كيف أقوي جسمي وأتغلب عن المخاوف اللي كانت تقف في الطريق. أتمرن 3 أيام بالأسبوع، وأتمرن ساعة باليوم، والتمارين اللي أخذها تقوية وفايت
وتقوية بوكسي وتقوية رجولي. أسهل تمرين عندي هو فايت الكيس، وأصعب تمرين هو الفسخ، إن الفسخ يقوي رجولك، بس لما أحد يسوي لك الفسخ يكون مؤلم بعض الناس. إذا كان عندنا فايت أو نزال، الكابتن يقوم لنا بتمارين، وهي 30 ضغط، 30 معدة، و30 خرفصاء. طموحي إني أخذ 9 دان وأصير مدرب كيوكشن نفس سامبي مشاري الرمي. نقطة الضعف اللي كانت عندي إني أغمض عيوني لما أحد يهجم علي، بس سامبي مشاري الرملي علمني إن غمضة عيوني ما راح تفيدني بشيء، لازم أفتح عيوني وأقاوم الضربة. الرياضة اللي أبي ألعبها بعد الكيوكشن رياضة الجري، لأن رياضة الجري تقوي القدم وتسرع من حركة الشخص، وهذا شيء أساسي بالكيوكشن. لما أشوف نزالات الكيوكشن أتعلم الإصرار والعزيمة والشجاعة. أكثر إصابة تجي على الوجه، إذا تبي تتخطى هذه المرحلة لازم تحط إيدينك عند وجهك، وأي واحد يطقها عن وجهك تبعد إيده. استفدت أن قوتي ما أستخدمها على الناس اللي أضعف مني، وإني لازم أستخدم قوتي بأشياء تنفع المجتمع. أكثر شخص يشجعني بهذه اللعبة سامي مشاري الرملي، لأنه أفضل كابتن شفته بحياتي. إذا تبي تصير رياضي ناجح لازم تتخلص من الخوف وتحط بدالها الشجاعة، لأن الخوف ما راح يحقق لك ولا شيء. السلام عليكم، اسمي محمد عبد العزيز الكندري، لعبتي كرة القدم وأنا بصف الخامس. بداية كانت صعبة، ولما تمرنت كانت سهلة. المركز اللي خلونا أتدرب فيهم هو الحارس والهجوم، وأنا ألعب الحين دفاع. أنا ألعب 3 أيام بالأسبوع، ونتمرن ساعة باليوم، وتمارين ناخذها والباصات، ونتعلم شلون نصير مهاجمين. شوت الكورة أسهل تمرين عندي الباصات، وأصعب تمرين عندي الشوت. نقطة الضعف كان عندي الهجوم، وصرت وايد زين فيها. اللعبة الرياضية اللي أبي ألعبها بعد كرة القدم وهو التنس، لأنه تقوي الجسم وايد، وتتعلم حركات إنه تحاول تقط نفسك عشان تصيد الكرة. اللاعب اللي أحبه داخل الكويت هو بدر المطوع، واللاعب اللي برا الكويت أحبه هو كريستيانو. بالكويت أشجع غاتسية، وأنا برا الكويت أشجع ريال مدريد. علشان أصير لاعب ناجح لازم أشد حيلي وايد، وأسمع كلام الكابتن، وأتعلم وايد حركات. مهارة اللي اكتسبتها في كرة القدم من قبل ما كنت أعرف دفاع كلش، والحين أعرف دفاع وايد. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم برنامج واعدون، اللي نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت على رضاكم. كذلك نتمنى أن تتابعونا في حلقات أخرى ومتجددة من برنامج واعدون، هذا برنامج المهتم والمختص في جميع لاعبين الفئات السنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية في مختلف أندية الكويت الرياضية. إلى ذلك الحين طبتم، وإلى اللقاء.